الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من مطبخنا الليبي. هنقدموا فيه أطباق عديدة تحمل طابع تراثنا الليبي الجميل والعريق، ويعتبر مطبخ الليبي من أصعب المطابخ في تحضيراته ومن ألذهن. إن شاء الله هنبدأ على بركة الله في الفلفل المحشي. المحشي ممكن شكله منه عدة أشكال، نديروا منه فلفل، نديروا منه كوسة، بطاطا، ممكن نحشو منه طماطم، بصل، ممكن نديروا منه اللي هو البراك بالسلق. اليوم حناخده اللي هو الفلفل المحشي. فلفل المحشي هذينا مقاديره اللي هن ربطين من المعدنوس، ربطة من الكسبر، ونص ربطة من الشبت. عندي البصل الأخضر ربطة وفرمو ناعم باليد. عندي بصل اللي هو الحويل الناشف، راس يكون متوسط مفروم ناعم باليد. عندي لحم، ممكن لحم بقر أو حتى ممكن لحم خروف، خلي فيه شوية الدهان. نقطعه طبعا اللي هو عبارة عن قطع كبيرة شوية باش يعطيني نكهة في المحشي. عندي كباية من الرز قصير الحبة، في عندي حبة كبيرة من الطماطم الأخضر، وراس من الفلفل الأخضر الحار، قطع مكعبات. بقي المقادير اللي هن الملح، هنضبط كمية الملح. عندي الفلفل الأحمر ملعقة صغيرة، وعندي الكركم نص ملعقة صغيرة. عندي الحرارات حتى هي المشكلة، ممكن نديروا حرارات وقرفة وكروية، ونديروا معها اللي هو الفلفل الأسود أو الفلفل الأبيض. عندنا النعناع الناشف، ندخلوه داخل الوصفة وبعدين نحطوه على غطاء الطنجرة. دائما المحشي يقدم مع الليمون، نعصروا عليه ليمون باش تبرز النكهة أكثر. فرمنا الخضرة وغسلناها، غسل الخضرة طبعا في البداية نقي خضرتنا ونغسلها وبعدين نفرمها. هنحط في البداية اللي هو الخضرة، كسبر المعدنوس والشبت، هنحط الطماطم والفلفل، مش شرط بالترتيب الخضروات. عندي البصل، لأن حنخلط كل المقادير في بعض. عندي البصل حويل حتى هو نحطوه، ممكن تحطي أبيض ممكن تحطي أحمر حسب رغبتك. عندنا هنا اللحم، حنحطه على تركينة بالشكل هذا، جيه بالشكل هذا. نغسلوا الرز، هنضع الرز حتى على التركينة على جهة، يعني بنوزع البهارات ما بين الرز واللحم. حنجي نحط عليه باقي المقادير. عندي هنا حنجي نحط على اللحم معجون الطماطم، ملعقتين أو حتى ملعقتين ونص كبار. حنحط نص الملعقة الكركم، ملعقة الفلفل الحار. البهارات أنا شكلتها هنا كروية وفلفل أبيض وحرارات، حنحط معاهن حوالي ربع ملعقة صغيرة. حنحط هنا شوية حتى هو على الرز، حنحط ربع ملعقة صغيرة من القرفة، حنوزعها. عندي النعناع، شوية من النعناع على الرز، شوية من النعناع على اللحم. هنا الملح، ما بين الرز واللحم والزيت. هناخذ الملعقة ونكيله تقريبا حوالي ملعقة، اثنين، ثلاثة، أربعة نحطون على الرز، واحد، اثنين، ثلاثة نحطون على اللحم. نبدأ بسم الله. أول شيء نخلط اللحم بالبهارات، والغرض من تخليط اللحم بالبهارات باش كل النكهة تدخل في اللحم هو الأول، لأن اللحم هو اللي يحتوي على عصارة، وأنا لما نخلط فيه البهارات أنا كسبت اللحم نكهة، ومن نكهة اللحم حتبرز على باقي المقادير. بعدين نجي نخلط اللي هو
البهارات على الرز وخلط كل المقادير. المحشي عندنا فيه توازن ما بين الخضروات والرز واللحوم. هنخلط عندما تخلط كل المقادير مع بعضها. بنت المحشي من الأشياء رائعة جدا، وأيضا هتلاحظوه من المكونات الغذائية المتكاملة، يعني في كل العناصر الغذائية المتكاملة حتى بدون ما نذكر قعدتوا تعرفوها. طبعا المحشي من سلاطين المائدة في بيوتنا، سواء كانت في شهر رمضان أو في مناسباتنا أو حتى يوم الجمعة لما تجتمع العائلة. هنغسل يدي عندي الفلفل هنا، هذا الفلفل الحلو، ممكن لك الخيار أنت تختاري، ممكن أصغر شوية، متوسط، صغير، كله يرجع لرغباتك. فتحت الفلفل هنا وخليت عليه الغطاء، وفي اللي يحب الفتحة واسعة هذا كله يرجع لغدك. ممكن تشكلي ما بين الفلفل اللي لونه أخضر واللي لونه أحمر واللي لونه أصفر، وكل واحد له فوائده. اللي لونه أخضر طبعا يحتوي على فيتامين A، هو واللي لونه أصفر يعني فيه بكثرة فيتامين A، واللي لونه أحمر يحتوي على فيتامين C بكثرة، يعني هنا في تنوع في الغذاء، ممكن تدخليه حتى هو في المحشي. عندي بالنسبة للفلفل نضيفوا له الملح، هو والكوسة، ولا قليل من الملح، أو ممكن رشوا عليه الملح من فوق بس شوية باش ننظف المكان. عندي الطنجرة، في اللي ترغب طيبة في الطنجرة هذه برغبتها، وفي اللي ترغب الطيبة في طاجين، بس الطاجين بنغطوه بورق ألمونيوم، ونحن دائما نحاول نبعد الأشياء اللي غير صحية في المطبخ. وإذا كان أنت غطيتيه بورق الألمونيوم حطي ورقة زبدة قبل ورقة الألمونيوم، بعدين غلفيه بورقة الألمونيوم باش يسهل من نضوجه. أيضا موصلش الألمونيوم، لأن الألمونيوم لما يدخل البخار هنزل بخاره على المحشي أو على الطعام ويصبح لونه أسود، اللي هي مادة الألمونيوم، والمادة هذه نحن ما نبغاش تدخل في الطعام. هنا نفرشوا طنجرتنا ممكن فلفل، أو ممكن نفرشوها بالعصير تاع السلق، أو نفرشوها بكوسة أو بشرائح بطاطا، أو ممكن حتى بعظام من الكاستيليا، هذا كله يرجع لرغبتك. هنبدأ على بركة الله في الحشو. بسم الله. هنا هنحشي الفلفل. هنجد ان اللحم القطع الكبيره، كل ما تاكلي تطلع لك قطع متعدده من اللحم في راس الفلفل. بس نصيحه، لو مثلا عندك قدرتي كم طبق في حوشك في يومك هذا في رمضان، حاولي انك تصنفي اللي هو اللحوم، يعني مش كلهم ديري لحوم حمراء، شكلي ما بين اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء، ومرات شيلي حتى اللحوم من الاطباق. وايضا فيه يوم ان شاء الله نبول السمك يكون في شهر رمضان، لان السمك مهم جدا ومفيد جدا لاحتوائه على الاوميجا 3 وعنصر اليود، ضروري يدخل في مائدتنا في رمضان. في الحشو تحاولي انك ما ممكن ما نكتروش واجد، خلوا مساحه لان الرز يتمدد. حتى فرضا نحن مثلا درنا مقدار من الحشو جا مني زياده، ما ترميشي وما تحطيشي في ورق الألمنيوم، لا. اذا كان ما عندكش اي شيء تحشي به، بطاطا، طماطم، فلفل، براك، اي سلق، اي حاجه، خذي ورق زبده ولفي فيه باقي الحشوه وحطيها في الطنجره
فوق اللي هو قطع الفلفل أو قطع الكوسة أو حتى البراك حتنضج، وفي نفس الوقت يعني دخلتيها بالشكل الصحي. هلا هنكمل الرص هذا. ممكن أنا تفضل مني الحشوة، هتديريها أنت في ورق زبدة ما ترمي شيء، حطيها في نفس الطنجرة، حطيب لك تطلع لك بنكهة اللي هو الحشو. ممكن الحشوة هذه في طريقة أخرى نديروها، نبوخوها على البخار بدون ما نديروا لها، لا نديروا لها فلفل ولا سلق ولا نديروا أي شيء آخر. أنا في حالة إذا كان مثلا صينيتي فضت، ممكن نمصمص الصينية فيها الطماطم وفيها البهارات ونصب ميتها على الفلفل، أو ممكن هنا نزود كمية ونزيد كمية بسيطة جدا من المية، ما نكترش. والسبب لأن كل المواد اللي جوا تحتوي على الماء، يعني الخضروات فيها كمية وفيرة من الماء، وأيضا الفلفل فيه كمية وفيرة من المياه. فهنا نخلي في البداية هنعلي على الطنجرة لين تطبخ وتظهر كل كمية المية، وبعدين نهدي عليها النار. بالنسبة للطريقة الأخرى اللي هي قلت لكم، ممكن على البخار يعني الطنجرة والكسكاس، وطيبوا الخلطة هذه على البخار، نحط له طمية وشوية بهارات وليمونة ونحطها فوق البخار وقلبها من فترة إلى أخرى حتطيب، اللي هي نفس فكرة رز مبوخ بس على شكل المحشي. هنا ممكن في على الفلفل نحطه حتى شرائح من الليمون بالشكل هذا، وممكن اللي الدهون ما يحبهنش في الداخل ويحبها مدهن شوية ياخذ قطعة من اللية ويضعها فوق المحشي، تنزل الدهون على الأوراق وعلى رؤوس الفلفل وتعطيك اللمعة في المحشي. هنا طبعا حطينا طنجرتنا على النار وفيها المحشي، خلوها طبعا تطبخ. بعد ما تطبخ وتفور هنحدي عليها النار ونخليها تطيب على راحتها، وإضافت المية حتى لو احتاجت ما نضيفش بكميات واجدة لأن كثرة المية تخلي المحشي رطب، ونحن من النوع اللي ما نحبش المحشي بالشكل هذا. ممكن حتى لو بالشكل هذا لو جاء مني هيك حنديرها في طاجين وندخلها الفرن. بالنسبة للمحشين إن شاء الله حطينا على النار، وفاصل ونعود لكم من جديد بإذن الله. اهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. ان شاء الله نحن المحشي بتاعنا طاب وحطيناه شويه في الفرن باش يمتص كلهم بعضه، ونرشوا عليه النعناع. بس بين ما نطلع المحشي من الفرن حنحضروا عصير. عصير هنا هو عباره عن فراوله وبنجر وشمندر، وهذينا الوصفات مفيده جدا وخاصه للناس اللي عانوا من فقر الدم لاحتواء على اللون الاحمر وايضا احتواء على عنصر عالي من الحديد. هنحط اللي هو الفراولة، هنا غسلتها وقطعتها، هنحط عليها البنجر، هنحط شوية من عصير الليمون، السكر حسب التحلية حسب ما ترغبي انتي او اللي بيشربها في السكر، في اللي يحبها حلوة في اللي يحبها وسط حسب ما ترغبي. انا حنحط حوالي 3 ملاعق كبيره من السكر، حنضيف عليها الميه، ممكن نضيف عليها مكعب الثلج اللي يحب العصائر البارده. ممكن نبدله اللي هو السكر بالعسل، انا حنخلطه. هنشوف العصير. أنا طبعا سمكت العصير حسب رغبتك،
كان مثلا تحبيه غليظ وخاطر خليه خاطر لأنه يصبح مفيد أكثر، خاصة للشابات والشباب ضروري يشربوا العصائر الطبيعية. ابتعدوا على العصائر الصناعية المصنعة اللي مضاف لها المواد الحافظة وكثرة السكر. فهنا نصيحة لكم إنكم تحضروا عصائركم في البيت، ودائما تحضير العصير نعطي نصيحة. نصيحتي لكم لما بتديروا عصيركم في البيت أقل أو أكثر شيء 20 دقيقة على إنك تحضري العصير، وإلا مباشرة من الخلاط تشرب دغري، يكون هنا طازة وفرش، فهنا تحصلتي على القيمة الغذائية العالية. إضافة مكعبات من الثلج أو قطع من ليمون حتى أنا في الكوب أو أرق من النعناع أيضا يعطيها قيمة غذائية عالية. هنا حنخلط شوية في خلاطنا، هنصبوا عصيرنا. شوفوا شكله، شكله جميل ومش باين فيه البنجر، مش واضح فيه الشمندر، يعني حتى نقدموه أنا مرة قدمته للضيوف انبهروا به، يعني لما شافوه ما حسبوش إن فيه الشمندر أو البنجر، وهو عصير طبيعي وصحي ومفيد للجسم، خاصة للي عندهم فقر دم، هيلقوا بعد التحليل الثاني إن شاء الله يلقوا عندهم ارتفاع في الدم. هنا عصيرنا بشكل هذا، نقدمه بارد. ممكن تزيني انت بورق نعناع، تزيني بقطعه من الليمون، بقطعه من الفراوله، تحطي العود المص العصائر، هذين كلهن الديكورات ترجع لك. انا علاش انا ننصح البنات لدخول المطبخ؟ يتفنن في مطبخهن، يقدمن لضيوفهن شيء يبهرهن من صنع ايديهن، يحسن بالثقه ويحسن بالافتخار والاعتزاز بانفسهن انهن قدمن شيء مفيد لانفسهن ولافراد اسرتهن ولضيوفهن. نشوف المحشي. هنخلوه شوية في الفرن مصص شوية. الوصفات هذينا، الإضافات هذينا تركيبات. دائما أنا نقول المطبخ معمل كيمياء، يعني في تركيبات تتوافق مع بعضها وتتجانس مع بعضها تعطيك مذاق رائع جدا، وفي نفس الوقت تعطيك فوائد صحية. البنجر والفراولة يتجانسن مع بعضهم، ممكن تضيفي معاهن تفاح، تضيفي معاهن نوع من الخضروات اللي هو شكل الطماطم، يعطيك مجموعة من الفيتامينات والأملاح المعدنية دخلتيهن من داخل العصير، ومش حتى واضحات لا لك ولا للأطفال، وممكن حتى الضيوف يشوفوا يبهتوا مركباتها شنو. بالنسبة للفراولة، الفراولة لما بنجي نجمدها تغسل الفراولة جيدا تحت المية لاحتوائها على كثير من الأتربة، شيلوا منها الكاس الأخضر وناخذوا، إذا كان مثلا نحن بنحافظوا عليها بالشكل المصحح، ناخذوا في البداية كيف الصفرة هكي، حطوا فيها الفراولة بالشكل هذا وندخلها للفريز. بعد ما جمدت شوية نطلع الفراولة متاعي من الفريز، وناخذ بالحصة حطها في كيس من البلاستيك الشفاف ونرجعها للفريز مرة أخرى، وهكي هنا نكون فرست اللي هو نوع الفراولة. وممكن هنا تقدر تجهزها عندك إذا كان مش في موسمها، وطلعيها من وقت لآخر تصنع بها عصير، تصنع بها صوص للتشيز كيك، صوص للكيكات، صوص للحلويات، تبدأ عندك أشياء جاهزة في بيتك، واخذت منك طبعاً شوية من الوقت في البداية لكن بعدين وفرت عليك الوقت والجهد. هنشوف المحشي متاعنا. دائماً مهارة تكتسبها المرأة أنها تنقل ما بين مطبخها في جميع الاتجاهات، وخاصة في أكلاتها إذا كانوا في الفرن ما تسيبهنش. أنا محشينا طلع بالشكل هذا، نشفناه بالشكل هذا. أنا رشيت عليه النعناع لما دخلت الفرن، لكن معلش لو زدناه نكهة أخرى من النعناع. أنا حناخد محشية ونغرفة، هنا الراس كبير يعني يكفي حصة شخص واحد. ممكن تزينيه بالليمون، تحطي ليمونة كل شخص بالشكل هذا.
هذا المحشي بتاعنا بالشكل هذا. ممكن انت تعبي الطبق حسب رغبتك، ممكن تقسميه بين عدة اطباق، هذين كلن يرجع لاذواقك في التقديم. هنشيل الطجين من هنا. نشيل باقي موادنا بالشكل هذا. هيك نكون انا كملت اطباقي. هي كوب من الفراولة، كوب أو رصين من البنجر أو الشمندر غسلته وقطعته. اللون فيه اللون الأحمر، هذا لون طبيعي. دائماً أنا أنصح أنكم تبتعدوا عن الألوان الصناعية، حتى في ملوناتكم في الطعام، في الحلويات، في المعجنات، استبدلوها بالألوان الطبيعية اللي منها البنجر ومنها الزعفران ومنها السبانخ اللي هي السبناكة. تكون أفضل منك تدخلتي شيء في مطبخك غير مرغوب فيه. يبدأ الألوان الطبيعية هي موجودة في الفواكه والخضروات، خلقها الله سبحانه وتعالى باش يستفيد منها جسم الإنسان. وضع عصيرنا حتى هو اللي فاتنا المقادير يشوفها على الشاشة، وننصحكم تجربوه ومش حتندموا عليه، بالعكس حتجدوه لذيذ جدا وتفرحوا به وتعتمدوه طبق من أطباقكم أو مشروب من مشروباتكم، لأني فعلا أنا جربته وابتكرته بنفسي وفعلا لقيته لذيذ جدا جدا، وإن شاء الله بالهنا والشفاء. وفي نهاية الحلقة ما يسعني إلا نقول لكم إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.